رفعة الرأي. فتحت البوابات في رابع أشواط الحفل الثلاثون، انطلاقة مميزة لجياد المستورد، متوسطة السرعة من علامة الميل اندفعت هذه الجياد، والفرس الوحيدة سويت ساوندوس المرشحة الثالثة للفوز بهذا الشوط، صوت الهانديكاب حتى 75 درجة. نشاهد هنا ماستر ديفر يبدأ الانطلاقة، يبدأ الصدارة، فيما نشاهد كذلك سويت ساوندوس المرشح الثالثة تلاحق إلى ثاني المراكز. المرشح الأول للفوز بهذا الشوط توتال ستار ينتظر في المركز الرابع. نشاهد كذلك المحاولات للتحرك من أوميروس بشعار الأحمر، هو في وسط الجياد يحاول التحرك في هذه الأثناء. نشاهد هنا الانطلاقة مشاهدينا متابعينا الكرام، لا زالت منذ البداية مع ماستر ديفر ابن ماستر كرافتمان ينطلق إلى المركز الأول مع عبد الله سليمان العظيب، فيما رائد الفيروز مع سويت ساوندوس إلى ثاني المراكز بجوار السياج. توتال ستار الأزرق المرشح الأول ابن بوفيتال مع كامل يوسبينا يحاول التحرك من الخارج بقوة، فيما نشاهد كذلك ابن ناثانيال أنتلكت يدفع بقوة في وسط الجياد، وال400 متر الأخيرة دخول قوي من أوميروس المرشح الثاني للفوز بهذا الشوط بشعار الأحمر، حاضر ابن بويست فويس في غمار المنافسة. المرشح الأول قادم بقوة من الخارج، توتال ستار ابن بوفيتال منافسة ثلاثية للثلاث المرشح. هنا نشاهد توتال ستار يخطف الصدارة، المرشح الأول يصادق على الترشيحات ويطير برابع أشواط الحفل الثلاثين. توتال ستار لرفاعي صنة الغريبان، ألف مبروك توتال ستار إلى المركز.